احمد السقا يعني المهرجان بيتكرم بوجودك النهارده. شرف ليا يا فندم، ربنا يخليك، اشكرك انك تبقى عضو لجنه التحكيم في قرية الدراما والنهارده بتتكرم. شايف التجربه كانت ازاي كمان، وشايف المهرجان النهارده التجربه بالنسبه ل انا وانك قرية الدراما لا طبعا مسؤوليه، هي مش تجربه قدر ما كانت مسؤوليه. وبالنسبه للتكريم النهارده فهو تشريف، يعني هو تشريف وسام على صدري يعني. طبعا الاختيار تجربه مميزه جدا، نفسك كان يبقى في الاختيار اربعه ولا انت شايف ان خلاص كده؟ لا ما اعرفش والله، ده في ايد يعني في ايد الناس اللي معاها الماتيريال اللي معاها الدوكيومنتس، يعني دي حاجه بتاعتهم هم يعني. لسه فت وجامد ما شاء الله، العنكبوت قلب الدنيا الحمد لله. الحمد لله. لسه بتتمرن قد ايه يا فندم؟ بتتمرن وقت قد ايه يعني زي ما ربنا بيريد يعني. كلمنا عن فيلم سيبو، هيبقى جاهز امتى؟ ان شاء الله اعتقد ان شاء الله يبقى جاهز على نص السنه باذن الله، واحنا لسه في مرحله يعني كواليس الفيلم، لسه بنعمل البوست برودكشن بتاع الفيلم. ربنا يا رب يعفي عنها، واحنا كلنا بنحبها ومستنيينها، ولكل جواد كاب هو مش عيب ان الواحد يغلط، المهم يتعلم من غلطه. سقع عندنا بس سؤال اخير، كان التصريح بس بتاع باسم سمره، حابب تعلق عليه؟ لا خالص، باسم اخ وزميل عزيز وانا ما بزعلش منه، هو في سوء فهم بس مش اكتر يعني. طب نقدر نوضحه بسرعه؟ لا والله هو سوء فهم يعني، مش عايزين نفتح المواضيع دي، ده سوء تفاهم لا اكثر لا اقل يعني. شكرا يا فندم، ربنا.